أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني أن وقف إطلاق النار الفورية في قطاع غزة هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، مشددا على حرصه على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بالتعاون والتنسيق مع الشركاء. في مؤتمر صحفي مع نظير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أكد وزير الخارجية القطري ترحيب بلاده بانضمام إسبانيا لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واعترافها بالدولة الفلسطينية. نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتقوم دولة قطر حاليا بدراسة ردود جميع الأطراف والتنسيق مع شركائنا المعنيين خلال الخطوات القادمة. ومع أن جهودنا المستمرة لم تفضي حتى اليوم إلى النتائج المرجوة، فإننا نعول على استعداد شركائنا الإقليميين والدوليين لممارسة كافة أشكال الضغط اللازم لفرض وقف إطلاق النار والشروع فورا في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية. وفي هذا السياق نرحب بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها إسبانيا لإنهاء الحرب في غزة، إذ أن موقفكم الأخلاقي معاليكم واضح في قراركم بالانضمام إلى الدعوة القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تعتبر إسبانيا أول دولة أوروبية تظهر مثل هذه الخطوة، إلى جانب جهودكم الدبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 67، والتي تعد خطوة مهمة وتاريخية لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.